هنروح لتنس الارضي. تنس الارضي ميار الشريف بنتنا بنت النادي الاهلي بتكتب التاريخ، فازت النهارده ببطوله المانيا المفتوحه للتنس بعد ما كسبت بطله ايطاليا مارتينا تريفيسيان بمجموعتين لمفيش عشان تقرب اكتر لدخول يعني بيست او احسن 80 لعيبه على مستوى العالم في التصنيف، وده رقم عمر ما لعيبه مصريه وصلت له. خلي بالكم ميار احنا متابعينها، وكان لينا الشرف ان احنا اول برنامج رياضي من سنه نتابعها لما كانت ترتيبها 128 او 125 على العالم. دلوقتي ميار بتقرب لاحسن من احسن 80 لعيبه في العالم، وميار لسه سنها صغير. ميار النهارده لعبت كانت افضل ماتش ليها قبل النهائي مع بطله رومانيا، وقدرت انها تفوز بنتيجه 2-1، وبعدين قدرت تفوز في النهائي بانجاز جديد يتضاف ليها، وكل دي نقط بتجمعها بالرانك بتاعها بيتحسن جدا. ميار حققت انجازات كبيره الحقيقه، واحنا نتمنى لها كل التوفيق، ويكفي انها بنت النادي الاهلي. وخليني اقول لكم ليه لا، ليه ما نحلمش؟ يعني النهارده اللي فازت ببطوله امريكا المفتوحه لعيبه 18 سنه بدون ولا هزيمه، مش ولا هزيمه ولا هزيمه بمجموعه واحده، ما خسرتش مجموعه واحده بطله امريكا المفتوحه، وجايه من التصفيات يعني لعبت تصفيات ودخلت على المين درو، يعني مشوارها كان صعب، ولا مجموعه كسبت كل المصنفين تك 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 وعندها 18 سنه. ليه ما نحلمش؟ ان شاء الله ميار تبقى من احسن 10، وان شاء الله ميار تعمل شغل كويس جدا جدا، بالعكس احنا بندعمها وبنقف جنبيها بنت النادي الاهلي.